جل شأن الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة الكرام، مع اسم جديد من أسماء الله الحسنى، والاسم اليوم الكريم. وقد سمى الله جل جلاله ذاته العلية باسم الكريم، حيث ورد هذا الاسم في كثير من نصوص القرآن الكريم ومن نصوص السنة النبوية الصحيحة، كما في قوله تعالى: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك. من أدق هذه الآيات أن الله في آية واحدة خاطب قلب الإنسان وعقله، ولا ينجح الخطاب الديني إلا إذا اتجه إلى قلب الإنسان وإلى عقله معاً. فالإنسان عقل يدرك، وقلب يحب، وجسم يتحرك. غذاء العقل العلم، وغذاء القلب الحب، وغذاء الجسم الطعام والشراب. فإذا لبيت حاجات الإنسان كلها تفوق، أما إذا لبى حاجة ولم يلبي الأخرى تطرف، والفرق كبير بين التفوق وبين التطرف. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم، يتجه إلى قلبه، الذي خلقك فسواك فعدلك. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، صنع الله الذي أتقن كل شيء. أيها الإخوة، واقترن اسم الكريم باسم الغني في قوله تعالى: ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم. في عالم البشر قد تجد الغني شحيحاً والغني بخيلاً يمسك. الآية الكريمة: إن الإنسان خلق هلوعاً إذا مسه الشر جزوعاً وإذا مسه الخير منوعاً. لا ينفق، لكن الله جل جلاله غني كريم. قد تجد إنسان كريم لكنه فقير، وقد تجد إنسان غني لكنه بخيل. فأن يجتمع الغنى مع الكرم، هذا من أرقى الصفات. ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم. هذا في القرآن، فماذا في السنة؟ عند الترمذي من حديث علي رضي الله عنه أنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا علي، ألا أعلمك كلمات إذا قلتهن غفر الله لك، إذا قلتهن غفر الله لك؟ قال: قل لا إله إلا الله العلي العظيم، لا إله إلا الله الحليم الكريم، لا إله إلا الله سبحان الله رب العرش العظيم. وعند أبي داود من حديث سلمان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن ربكم تبارك وتعالى
حيي كريم، حيي كريم، يستحي من عبده إذا رفع يديه إليه أن يردهما صفرا. لذلك قال تعالى: قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. الدعاء هو العبادة، الدعاء مخ العبادة، لأن الذي يدعو الله عز وجل مؤمن بوجوده ومؤمن بأنه يسمعه ومؤمن بأنه قدير على إجابته ومؤمن بأنه يحبه. فإذا أمنت أن الله موجود وسميع عليم وعلى كل شيء قدير وأنه أرحم الراحمين، فهذا أعلى درجات الإيمان. لذلك إن الله يحب الملحين بالدعاء، إن الله يحب من عبده أن يسأله شسع نعله إذا انقطع، إن الله يحب من عبده أن يسأله ملح طعامه، إن الله يحب من عبده أن يسأله حاجته كلها. يعني الدعاء هو العبادة. وإذا قال الله عز وجل: والذين هم على صلاتهم دائمون، دائمون أي في الدعاء. وعند الترمذي من حديث عائشة رضي الله عنها في الدعاء الذي أمر به النبي ليلة القدر: ليلة القدر خير من ألف شهر، وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعاً قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه. الدعاء الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم السيدة عائشة أن تدعو به ليلة القدر: اللهم إنك عفو كريم، تحب العفو فاعف عني يا كريم. من أكثر الأدعية التي كان النبي عليه الصلاة والسلام يدعو بها: اللهم إنك عفو كريم، تحب العفو فاعف عني يا كريم. هذه النصوص التي وردت في القرآن وفي السنة وقد جاء فيها اسم الكريم. أيها الإخوة، على المستوى اللغوي الكريم صفة مشبهة باسم الفاعل لمن اتصف بالكرم. من اتصف بالكرم يسمى كريماً، والكرم نقيض اللؤم. لعل فضائل كثيرة جمعت في الكرم، ولعل نقائص كثيرة جمعت في اللؤم. الكرم نقيض اللؤم. في اللغة يكون الكرم في الرجل، ويكون الكرم في الخيل وفي الإبل وفي الشجر وغيرها. الفعل كرم الرجل كرما وكرامة، كرم كرما وكرامة فهو كريم، والمرأة كريمة، كريمة فلان ابنته يعني. وجمع الكريم كرماء، والكريم في اللغة هو الشيء الحسن. أحجار كريمة، الشيء النفيس، الشيء الواسع، الإنسان السخي. والفرق بين الكريم والسخي أن الكريم كثير الإحسان من دون سؤال، وأن السخي كثير الإحسان عند السؤال. السخي إذا سئل، أما الكريم أرقى من السخي، يعطي قبل أن تسأل.
والكرم السعة والعظمة والشرف والعزة، والسخاء عند العطاء. وعند الترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، دققوا، كأن الناس رجلان، المؤمن غر كريم والفاجر خب لئيم. المؤمن على الفطرة نفسه طاهرة، يصدق ما يقال له، يحسن الظن بالآخرين، غر كريم، هذه صفة مدح. والفاجر خب، وفي ضبط آخر خب لئيم. المؤمن غر كريم والفاجر خب لئيم. لكن أروع ما قال سيدنا عمر عن نفسه، قال: لست بالخب ولا الخب يخدعني، يعني لست من السذاجة بحيث أخدع، ولا من الخبث بحيث أخدع، لا أخدع ولا أخدع. كلام دقيق. يعني واحد وجد لوزة في موسم الحج في أثناء الطواف، فملأ من حوله صياحاً: من صاحب هذه اللوزة؟ فكان سيدنا عمر أمامه غضب وقال: كلها يا صاحب الورع الكاذب، كلها وخلصنا. نعم. واحد سأل سيدنا علي، قال له: لمن صاع الناس لأبي بكر وعمر ولم ينصاعوا لك؟ يريد أن يقلل من شأنه. قال له: لأن أصحابهم أمثالي وأصحابي أمثالك. نعم. يعني لست بالخب ولا الخب يخدعني، لست من الخب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه، إن الله لا يخلف الميعاد. الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. هيا على الصلاة.
هيا على الصلاة. هيا على الفلاح. هيا على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم طهر قلوبنا من النفاق وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة وأعمالنا من الرياء. بحيث أخدع ولا من السذاجة بحيث أخدع، هذا الموقف الكامل. هذا في اللغة، أما إذا قلنا الله كريم موضوع آخر. الله سبحانه وتعالى هو الكريم الواسع في ذاته وصفاته وأفعاله، في ذاته وصفاته وأفعاله، لأنكم كما تعلمون هناك أسماء ذات وأسماء صفات وأسماء أفعال. من سعته أنه وسع كرسيه السماوات والأرض، والسماوات والأرض مصطلح قرآني يعني الكون، والكون ما سوى الله. قال تعالى: وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. ووصف عرشه بأنه كريم، فقال تعالى: فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. وصف عرشه بأنه كريم، وهو الكريم الذي له المجد والعزة. الكريم عزيز الذي له المجد والعزة والرفعة والعظمة والعلو والكمال، فلا سمي له. معنى سمي، فلان سمي فلان، يعني اسم فلان كاسم فلان، أو السمي هو الند المثيل. الله عز وجل لا سمي له، لا ند له، لا شريك له، لا مثيل له، كما قال: رب السماوات والأرض، رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته. هل تعلم له سميا؟ هل تعلم له مثيلا مشابها؟ نعم. واصطبر لعبادته، والعبادة كما تعلمون هي طاعة طوعية ممزوجة بمحبة قلبية أساسها معرفة يقينية تفضي إلى سعادة أبدية، بل إن العبادة علة وجودنا، لقوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون.
وفي عبادة الهوية، من أنت؟ أنت غني، عبادتك الأولى إنفاق المال. من أنت؟ أنت قوي، عبادتك الأولى إحقاق الحق وإنصاف المظلوم. من أنت؟ أنت عالم، عبادتك الأولى تعليم العلم. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. من أنت؟ أنت امرأة، العبادة الأولى رعاية الزوج والأولاد. اعلمي أيتها المرأة، وأعلمي من دونك من النساء، أن حسن تبعل المرأة زوجها يعدل الجهاد في سبيل الله. هذه عبادة الهوية. وفي عبادة الظرف، عندك أب مريض، العبادة الأولى رعايته. عندك ضيف، العبادة الأولى إكرامه. عندك ابن عنده امتحان، العبادة الأولى تهيئة جو مناسب لدراسته. في عبادة الوقت، وقت الفجر وقت عبادة، وقت صلاة، وقت قرآن، وقت طاعة. في النهار وقت عمل. رأى النبي الكريم شاباً يتعبد الله في وقت العمل، سأله من يطعمك؟ قال أخي. قال أخوك أعبد منك. إن لله عملاً في الليل لا يقبله في النهار، وإن لله عملاً في النهار لا يقبله في الليل. فلذلك لو يعلم الناس ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبواً. من صلى الفجر في جماعة فهو في ذمة الله حتى يمسي، ومن صلى العشاء في جماعة فهو في ذمة الله حتى يصبح. والكريم هو الذي كرم الإنسان عندما حمل الأمانة، يعني الكريم الذي يكرم، وشرفه واستخلفه في الأرض واستأمنه في ملكه، وفضله على كثير من خلقه. قال تعالى: ولقد كرمنا بني آدم، لأنه قبل حمل الأمانة. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. بالمناسبة أيها الأخوة، الإنسان هو المخلوق الأول رتبة، لقوله تعالى: إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانِ. والإنسان هو المخلوق المكرم، ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. والإنسان هو المخلوق المكلف، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. مخلوق أول، ومخلوق مكلف، ومخلوق مكرم. ومن عرف نفسه عرف ربه. والكريم هو الذي بشر عباده المؤمنين بالأجر الكريم الواسع، والمغفرة الواسعة، والرزق الواسع. الأجر الكريم الواسع، والمغفرة الواسعة، إن ربك واسع المغفرة، والرزق الواسع. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماءً غدقاً. لذلك قد يحرم المرء بعض الرزق بالمعصية. وأنا أقول: كلما قل ماء الحياء قل ماء السماء، وكلما رخص لحم النساء غلى لحم الضأن. إذاً الكريم هو الذي بشر عباده المؤمنين بالأجر الكريم الواسع،
والمغفرة الواسعة والرزق الواسع. قال تعالى: أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. في رزق حلال، تكسب المال وأنت مطمئن وتنفقه وأنت مطمئن، والكريم هو الجواد المعطي الذي لا ينفد عطاؤه ولا ينقطع سخاؤه، الذي يعطي ما يشاء لمن يشاء، إذا أعطى أدهش وكيف يشاء، بسؤال وبغير سؤال، هو الذي لا يمن إذا أعطى، فيكدر العطية بالمن. لذلك الإنسان أحياناً يتمنى عطاء من الله مباشرة. الإنسان أيام إذا أعطاك من حين لآخر بذكرك، إن شاء الله البيت مرتاح فيه، إذا قدم لك هدية على الاستعمال جيدة إن شاء الله. دائماً الإنسان بمن الله عز وجل كريم، يعطي من دون أن يمن على المعطى. هو سبحانه يعفو عن الذنوب، كريم لأنه، ويستر العيوب، ويجازي المؤمنين بفضله، ويجازي المعرضين بعدله. والكريم هو الذي يكرم، كريم أي يكرم. فعند البخاري من حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه أن أم العلاء رضي الله عنها قالت عند موت عثمان بن مضعون، قالت: رحمة الله عليك أبا السائب، فشهادتي عليك أن الله أكرمك. هذا كلام قالته لزوجها بحضرة النبي، فلو سكت النبي لكان كلامها صحيحاً، لأن سنة النبي الكريم أقواله وأفعاله وإقراره. فقال عليه الصلاة والسلام: وما يدريك أن الله قد أكرمه. هذا سماه العلماء تألن على الله. فقلت: بأبي أنت يا رسول الله، فمن يكرمه الله؟ قال: أما هو فقد جاءه اليقين. هذا الكلام العلمي، أما هو فقد جاءه اليقين، والله إني لأرجو له الخير. قل أرجو، لا تقل لقد أكرمك الله. من أنت حتى تحكم حكماً جازماً على المستقبل؟ والله وأنا نبي مرسل ما أدري ما يفعل بي ولا بكم. هذا الأدب، نحن على الرجاء نرجو رحمة الله، لكن قطعاً فلان من أهل الجنة من أنت؟ فقالت بعد كلام النبي: فوالله لا أزكي أحداً بعده أبداً. يعني سيدنا الصديق لما استخلف سيدنا عمر لامه بعض أصحابه إنه شديد، قال: أتخوفونني بالله؟ لو أن الله سألني يوم القيامة لما وليته؟ أقول: يا رب وليت عليهم أرحمهم. هذا علمي به، فإن بدل أو غير فلا علم لي بالغيب. في أدب، قل والله أعلم، قل أظنه صالحاً ولا أزكي على الله أحداً. هذا كلام المؤمن. من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يدعو به إذا دخل المسجد يقول: أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. فإذا قال ذلك قال الشيطان: حفظ مني سائر اليوم. أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم.
فإذا قال ذلك قال الشيطان حفظ مني سائر اليوم. وسمع أحد الصحابة الكرام النبي الكريم يدعو لأحد أصحابه الذين توفاهم الله، قال: اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزوله ووسع مدخله. يعني أحد علماء دمشق قبل حين، أين توفي؟ وهو في المسجد يستمع إلى خطبة الجمعة. توفاه الله وهو في المسجد ويستمع إلى خطبة الجمعة. عافه واعف عنه، أكرم نزوله، وسع مدخله، واغسله بالماء والثلج والبرد، ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. الآن أي عمل صالح تجاه أي مخلوق بشراً أو غير بشر، تجاه أي حيوان، تجاه النبات، أي عمل صالح تجاه أي مخلوق يعد قرضاً لله عز وجل. والله عز وجل يقول: من ذا الذي يقرض الله قرضاً حسناً فيضاعفه له وله أجر كريم. لذلك ننتهي من القسم الأول من اسم الكريم بأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أتاكم كريم قوم فأكرموه. والحمد لله رب العالمين. جل شأن الله.